الدكتور أحمد أبو العيون، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، عضو المجلس المصري لأمراض النساء والتوليد، عضو المجلس العربي لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة وعلم الأجنة. أهلا بكم. سؤال مهم قوي لازم نفكر فيه بشكل دقيق، مين الحالات اللي عندها تأخر إنجاب تحتاج إلى حقن مجهري؟ ده معادلة وفهم دقيق جدا، ويحتاج يعني إلى حلقات كثيرة جدا عشان نترجم أنه مش أي تأخر إنجاب نروح نعمل حقن مجهري. بس برضو في جانب آخر، أنه في حالات فيها تأخر إنجاب يتأخر قرار الحقن المجهري فيها أو في التعامل معها حتى تفوت فرصة الإنجاب. عشان كده لازم نكون دقيقين جدا في القرار، مين اللي تعمل لهم حقن مجهري وإمتى. الاستعجال في القرار مش حلو. حالة فيها تأخر إنجاب أعمل الحقن المجهري تكلفة بلا معنى، ما ممكن جدا ما يكونش في تأخر إنجاب حقيقي أو تأخر إنجاب يبقى له سبب تاني. مثلا يتيجي كابلز، تيجي الست وجوزها يقول لك إحنا متجوزين بقالنا سنتين، تمام، بس العلاقة الزوجية مش مستمرة. الراجل في السنة الأولانية كان مسافر معظم الوقت، وفي السنة التانية شغله في آخر الدنيا، فبيجي يوم في الأسبوع وبيسافر تاني، وبيجي يوم في الأسبوع، كل أسبوع يجي يومين ويسافر. فهنا تأخر إنجاب لا، ما أنا يعني ده لازم نقف قدامه. هل ده تأخر إنجاب يستحق الحقن المجهري ويستحق إن إحنا ندخل في معمعة الحقن المجهري؟ في جانب آخر، في ستات بتتجوز سن 36-37 سنة ولسه منتظرة وقت يعدي. طب وقت إيه ده؟ ما إحنا ده إحنا كريتيكال، إحنا في وقت صعب. 37-38 ده وقت صعب جدا في عمر المرأة. فهل نستنى مرور سنة كاملة عشان نقول ان فات سنه بتاخر انجاب، ولا نبدا حقن مجهري مباشره اذا ما حصلش حمل بعد دوره او اتنين؟ برضو انا بفكر معاكم، انا ما اعرفش. فالحقيقه الحقن المجهري علم من ادق واجمل ما فيه القرار. امتى يكون القرار؟ ضيفي العزيز النهارده اسم قدير في عالم الحقن المجهري، واسم من الاسماء المتميزه للغايه، الاستاذ الدكتور احمد ابو العيون، استشاري اول امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب العريقه، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه وعلم الاجنه، والمجلس المصري لامراض النساء والتوليد، والمجلس العربي. اهلا بيك يا دكتور احمد، نورني وسعيد جدا بهذه. وحشتني والله. اخبارك ايه؟ اخبارك انا برضو انا قلت بقى طالما انت يعني بتنورني النهارده اجيب لك السؤال اللي هو اللي يعتبر سؤال بيشغل كثير من الناس، وفي نفس الوقت هو ده المفترق الطرق ما بين مركز بيشتغل بأسس علمية وناس تانية للأسف بتشتغل بأساس تجاري للأسف. بالظبط. إمتى نلجأ للحقن المجهري؟ ده السؤال. نلجأ للحقن المجهري لو أنا عندي تعريف تأخر حدوث حمل أو تأخر إنجاب. تعريف تأخر حدوث حمل أو تأخر الإنجاب هو بنتكلم إن هو بالنسبة للي ما حملتش ولا مرة قبل كده. تأخر حدوث الحمل بيتقسم نوعين كبار، حاجة اسمها تأخر حدوث حمل أولي، يعني واحدة عمرها ما حملت قبل كده، وتأخر حدوث حمل ثانوي. تأخر حدوث حمل أولي بنقول سنتين من العلاقة الزوجية المستمرة المنتظمة ما بين زوجين ولم يحدث حمل. 3 سنين في تأخر حدوث الحمل الثانوي في ظل وجود علاقة زوجية منتظمة ما بين الزوجين ولم يحدث حمل. ثانوي يعني حملت قبل كده وتأخر حدوث الحمل فيما بعد. برضو التعريف دوت معاه إلا إذا زي ما حضرتك قلت في أول البرنامج سن الزوجة كبير،
واحنا ما بقيناش بنتكلم دلوقتي في سن الزوجة قوي، بقينا بنتكلم في مخزون التبويض بتاع الزوجة، لان احنا في حلقات قبل كده اتكلمنا فيها يعني ايه مخزون التبويض، فقلنا مخزون التبويض ده ملوش دعوة قوي بالسن. اه طبعا المفروض ان كل ما سن السيدة يكون صغير كل مخزون التبويض بتاعها يكون افضل، لكن احنا اكتشفنا في الفترة الاخيرة ان اكم من سيدات ممكن تبقى في العشرينات من عمرها ومخزون التبويض بتاعها ضعيف جدا يساوي مخزون تبويض سيدة في الاربعينات، وفي نفس الوقت ان يكون التحليل السائل المنوي بتاع الزوج طبيعي. لو انطبقت الظروف دي، يعني عندي مخزون تبويض كويس، عندي تحليل سائل منوي كويس، عندي علاقة زوجية منتظمة، ممكن اصبر وقتها لتعريف تأخر الإنجاب. طيب فكرة كلها ان زي ما حضرتك بتقول اوقات كتير قوي بيحصل لنا ان احنا بيجي لنا، انا ببقى معترض على الجزئية دي، بس للأسف الزوج مسافر مش هيتواجد مع الزوجة غير شهر في السنة، سنتين قدامه سفر، هيسافر وهيرجع بعد تاني بعد سنة أو بعد سنتين، يبقى وقتها غصب عننا عشان خاطر ما يبقاش في أي مشكلة بسيطة دلوقتي وتتفاقم بعد كده هو مجرد ما تواجدوا مع بعض، أو وقتها غصب عني أن لازم أضطر ألجأ لوسيلة من الوسائل اللي هي زي الحقل المجهري، وفي نفسه غالبا بنلجأ لها في ان الزوج بيبقى قبل ما يسافر بيبقى سايب لنا عينة سائل منوي بنبقى مجمدينها وبنقدر نحاول فيها مع الزوجة نعمل حقن مجهري. ده بيبقى الحل الوحيد بالنسبة لنا عشان نتغلب على مشكلة، ما اناش اقول له ضيع مستقبلك، الغي سفرك، تواجد موجود وانا مش عارف هو هيحصل حمل الشهر ده ولا الشهر اللي بعديه ولا الشهر اللي بعديه، دي حاجة كلها بإذن المولى عز وجل. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى تحس ان هو انتم اعلم بامور دنياكم، اعقلها وتوكل. امور الحياه دلوقتي اختلفت عن زمان كتير جدا، فعشان كده ربنا بعت لنا حلول تتماشى مع ظروف الحياه وظروف الدنيا وامور دنيانا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ممكن واحد هو غصب عنه هيفضل مسافر قدامه فتره، هياخد له فتره سنه 2 3 4 5، مش بس موضوع السفر، موضوع فيه طبيعة شغلانات لوحدها، ممكن الزوج يبقى بيتواجد معظم أيام التبويض، يعني ممكن هو بيسافر 20 يوم ويتواجد 10 أيام، يسافر 20 يوم ويتواجد 10 أيام، فممكن يكون معظم الوقت اللي بيتواجد فيه هو بعيد تماما عن أيام التبويض. فدي الأوقات اللي احنا ممكن نلجأ فيها للحقن المجهري بدون ما يكون عندي سبب صريح لتأخر حدوث الحمل. ضيفي العزيز الاسم المتميز الاستاذ دكتور احمد ابو العيون، استشاري اول امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بمراكز دار الطب، عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه وعلم الاجنه والمجلس المصري لامراض النساء والتوليد والمجلس العربي. نورت وشرفت الناس. ده نورك، ده نورك. بس خليكم مع الناس الحلوه.